السلام عليكم، مرحبا بمتابعين اوريزون تي في عند اتوليي 2S ميك اب ارتست سعاد نحلي العمراني اي سيمو فايز. اليوم ان شاء الله معنا شيماء اللي هي انفيتي لواحد ليفينمون في لو سوار، واليوم غادي نعملوا لها واحد لو ماكياج وواحد لو شينيو ديال لا سواري اللي غادي تمشي لها ان شاء الله، ونخليكم تشوفوا المفاجاه في الاخير. بالنسبة للمكياج اللي عملنا تشيما، عملنا على حساب اللبسة اللي اختارت انها تحضر بها، اللي هو لو فيغ ايمرود اي لو دوغي. دونك في لي فارا بوبيار اختارينا لو فيغ ايمرود اي لو دوغي افيك ان ميلونج دو مارون اي نوار باش تكون مواتية مع اللبسة. بيان سور واحد لو تان اللي هو سبيسيفيك على حساب يعني كما كنقولوا اش دي اللي غادي يكون يطلع في لا فوتو ويطلع او نيفو ديال العرس او فين غادا هي بالضبط. دونك عملنا واحد لو تان اللي هو سبيسيفيك اللي غادي يواتيها، وعملنا لها واحد لو روج ا ليف اللي كيهرس داك لي فارا بوبيير باش يجي لارموني او نيفو ديال لو ميك اب. اما بالنسبه للشينيون اللي عملنا لشيماء اليوم، حنا كنعرفوا بان شيماء ان الاصل ديال الشعر ديالها قصير، دونك وهي كانت كتمنى انها تعمل واحد لوشينيون يعني بدا تريس اي تو سا ويكون غلامور، دونك حنا زدنا اكستنسيون وعملنا لها واحد لوشينيون اللي عملته سعاد نحلي العمراني اللي هو بدا تريس وان ستيل غلامور، ومي بقى دائما على حساب لا فورم ديال لو فيزاج ديالها اللي غادي تعطي واحد لا فالور لو ميك اب وتعطي واحد لا فالور حتى بالنسبه للبسه ديالها. ومن بعد ما عملنا لو ماكياج او لو شينيون وشيماء لبسات اللبسه ديالها، نخليكم تشوفوا دابا المفاجاه. واخيرا نصيحه لجميع السيدات اللي هما معروضات سواب الليل سواب نهار، اول شيء هو لو شوا ديال لا توني، وهذاك لو شوا اللي غادي يكون على حسب اللون ديال البشره ديالكم وعلى حسب اللون ديال الشعر ديالكم. من بعد هذا غادي نشوف شكون السيد او السيده اللي غادي يصايب ليا لو ماكياج او لو شينيون. بيان سور جو دوا توجور شوازير دي جون كي سون بروفيسيونيل، لا يمكن لهم انهم يقادوا ديك لارموني اللي غادا تكون ما بين لو ماكياج لو شينيون ولا توني باش حتى حاجه ما تخرج على بلاصتها، وكوم سا وزالي افواغ واحد لارموني وواحد المنظر اللي هو جميل بالنسبه للحضور ديالكم، وتبانوا متالقات، والله يكمل كل شيء بالخير وشكرا.